يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل والده على قيد الحياة ويريد هذا الابن أن يؤدي عنه عمره، وهذا الرجل ليس في بلاد الحرمين ويحتاج إلى سفر ليعتمر، فهل يجوز لهذا الابن أن يؤدي عنه العمرة علما أن الأب يستطيع الطواف وجميع أركان العمرة؟ لا، إذا كان الوالد لم يعتمر عمرة الإسلام فإنه يأتي هو ويؤديها بنفسه إذا أمكن، وإذا لم يمكن ينتظر حتى تسمح له الفرصة، فإذا يأس من المجيء وصار ما يقدر يوكل حين ذاك إذا عجز، أما ما دام يمكن أنه يجي يتوقع أنه يجي وهو يقدر على أداء العمرة بنفسه أو الحج كذلك فإنه ينتظر حتى تسمح له الفرصة، وإذا كان يريد البر بوالده فليعمل على استقدامه لأداء العمرة وأداء الحج، يعمل على استقدامه على حسابه ويستقبله ويخليه يؤدي العمرة، هذا من البر به وإعانته على طاعة الله عز وجل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل أخذ عمرة، وأما النافلة عمرة النافلة لا حاجة إلى أنه يعتمر عن النافلة، إنما هذا في الفريضة، النيابة في الفريضة عند العجز، عند العجز المتعذر تدخل النيابة، أما النافلة في الحج والعمرة فلا، لا تدخلها النيابة لأن هذا الشيء لم يرد، ما ورد إلا في الفريضة فقط. نعم.